السلام عليكم. من أسرار بلاغة النص القرآني تغيير بنية الكلمة، وهذا ما سنتحدث عنه فيما يأتي. تقديم دكتورة سهام صائم. إن من أسرار بلاغة النص القرآني أنه استعمل بنية الكلمة استعمالا في غاية الدقة والجمال، فجاء التعبير فيه تعبيرا فنيا مقصودا، وضعت فيه كل لفظة بل كل حرف وضعا دقيقا مناسبا للمعنى والموقف الذي يريد التعبير عنه. وبنية الكلمة هي بناؤها المتكون من عدد حروفها وصيغتها ووزنها بحسب الميزان الصرفي للكلمات. وهناك قاعدة لغوية تقول إن أي تغيير في المبنى يتبعه تغيير في المعنى، أي إذا حصلت أي زيادة في بنية الكلمة الصرفية، أي في عدد حروفها أو صيغتها. مثال ذلك صيغة يفعل، الفعل المضارع تزيد عن صيغة الفعل الماضي فعل، فإن ذلك يعني أن ثمة معنى جديد سينتج عن ذلك ويسمى المعنى الدلالي. إذا الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الدلالي هو أن المعنى اللغوي هو المعنى العام للكلمة، بينما يمثل المعنى الدلالي معنى دقيقا خاصا يراد التعبير عنه في سياق ما، جملة أو نص قرآني أو غير ذلك، تعبر عنه الكلمة دون غيرها أو صيغة بعينها وليست ما تقاربها. ومثال ذلك عندما تجيب بصيغة الاسم عمن يسألك: هل سينجح محمد؟ فتقول: هو ناجح بإذن الله. فالمعنى اللغوي العام هو النجاح، والدلالة الدقيقة الخاصة هي تأكيد نجاح محمد، وكأنه حاصل لا محالة بدلالة الثبات والاستقرار في صيغة الاسم. وقد تجسدت هذه القاعدة في القرآن الكريم أعلى تجسيد، حينما بينت الدراسات أن كل حرف في القرآن الكريم قد حسب له حسابه، وأنه لا يمكن أن يزداد فيه أو يحذف منه حرف واحد. ومن بين هذه الاختلافات المقصودة في بنية الكلمة في الأسلوب القرآني لدينا أمثلة كثيرة. سنذكر أول مثال: صيغتا الجمع والمفرد. إذ جاءت مثلا كلمة السماوات بصيغة الجمع في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سورة الأعراف آية 133. بينما جاءت بصيغة المفرد في قوله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سورة الحديد آية 21. وعندما نريد أن نتبين الفرق الدلالي بين استعمال الصيغتين المختلفتين في الآيتين، نعمد أولا إلى تبيان الفرق اللغوي العام، وهو هنا الفرق بين دلالة المفرد التي تدل على الواحد ودلالة الجمع التي تدل على الزيادة والتكثير. ثم بعد ذلك نتوجه للسياق القرآني في كلتا الآيتين لتبين الدلالة أو القرينة السياقية أو الملمح الذي يدلنا إلى الحكمة البلاغية التي اقتضت هذا الاختلاف في الصيغة، كما هو موضح في الخطاطة التالية. تحليل الفرق الدلالي بين الصيغتين في القرآن. أولاً، بيان الفرق اللغوي العام بين الصيغتين المتقاربتين، وهذا الفرق هو يتمثل في المعنى من المعجم أو من أحد كتب النحو أو الصرف المفرد، مثلا مفرد والجمع وهما إحدى موضوعات النحو. ثم ننتقل إلى النقطة الثانية، الانتقال إلى السياق القرآني وتبيين الدليل الذي يقودنا إلى المعنى الدقيق المراد من الآية. وهذا المعنى الدقيق هو الذي دعا لاستعمال إحدى الصيغتين دون الأخرى. إذن لدينا هنا المعنى المأخوذ من المعاجم وكتب النحو والصرف،
والمعنى الذي يؤخذ من السياق القرآني أي من الآية نفسها. ولما كان الفعل سابق في الآية الثانية يحمل دلالة أقوى وأعلى من الفعل سارع في الآية الأولى، إذ أن المسابقة إلى الشيء تستدعي جهدا أعلى من مجرد المسارعة إليه. لذا كانت الجنة الموصوفة في الآية الثانية في صيغة المفرد أعلى منزلة من الجنة الموصوفة بصيغة الجمع في الآية الأولى، عرضها السماوات، لأن دلالة الجمع تدل على أن هذه الجنة أكبر وأكثر سعة من الأولى، فهي تسع المؤمنين بعامة. أما الجنة الموصوفة بصيغة المفرد في الآية الثانية فهي مخصصة للذين سابقوا إلى الخيرات وإلى المغفرة، وهم قلة قليلة بتقدم الأزمان. لذا كان وصفها بالمفرد في السماء لأنها للقلة السابقين، ولخصوصيتها وتمييزها بالمكانة والمرتبة والجزاء والنعم. يؤيد ذلك وصفهم في سورة الواقعة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، صدق الله العظيم. وهذا ما يعبر عنه الباحثون في القرآن الكريم بأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فوصف السابقين في سورة الواقعة بأنهم قلة متميزون بالتقرب، المقربون بالمرتبة وحسن الجزاء. هو الذي قاد لاستعمال صيغة المفرد الأقل سعة للسماء والأكثر خصوصية. مثال آخر على تميز المفردة القرآنية: صيغتا الفعل فعل وأفعل، من ذلك استعمل وصى وأوصى. فكل ما ورد فيه من وصى بالتجديد فهو في الدين والأمور المعنوية، وكل ما ورد من أوصى فهو في الأمور المادية. نلاحظ أن وصى أمور معنوية تختص بالدين والصلاة، بينما أوصى أمور مادية تختص بالأرث والزكاة. صيغة وصى سنتلمس آثارها في القرآن الكريم في الآيات الآتية. السورة الآية الأولى قال تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سورة البقرة آية 132. آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، سورة الشورى آية 43. الآية الأخيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، صدق الله العظيم، سورة النساء 131. نأتي على أمثلة صيغة أوصى. مثال أول: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سورة النساء آية 11. لاحظ أن يوصي هي جذر الأوصى، مثل أسرع يسرع، أعلن يعلن، بينما الفعل الماضي المضعف هي وصى يكون مضارعه يفعل، مثل سرع يسرع، كرم يكرم. ودلالة الفعل يوصي من أوصى في الآية الكريمة تختص بالشأن الميراث، أمر مادي. ننتقل إلى قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من بعد وصية يوصين بها أو دين، صدق الله العظيم. ولم ترد أوصى في القرآن الكريم الإشارة إلى الأمور المعنوية إلا في موطن واحد اقترن فيه بأمر مادي، والزكاة. الزكاة تتعلق بإنفاق الأموال بين الناس، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، صدق الله العظيم، سورة مريم آية 31.
ننتقل من وصى وأوصى إلى مثال آخر، صيغتا الفعل تطيرنا وتطيرنا، لذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. سورة ياسين آية 18. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا تطيرنا بكم وبمن معكم قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسع رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ونقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. صدق الله العظيم. سورة النمل آية 47 إلى 49. ما معنى تطيرنا؟ معنى تشاءمنا، أي أننا حينما نراكم نتشاءم ونظن ظن السوء في ما سيأتي حينما نراكم. فقال في سورة ياسين تطيرنا، وقال في سورة النمل اطيرنا. ذلك أن التطير في سورة النمل أشد مما في سورة ياسين، بدليل أنهم قالوا في سورة ياسين لأن لم تده لنرجمنكم فهددوه بالرجم والتعذيب. ما معنى الرجم؟ الرجم هو الرمي بالحجارة، وهو نوع من أنواع العقاب. أما في سورة النمل فقد أقسموا وتعاهدوا على قتل النبي صالح عليه السلام وأهله، بل وأعدوا خطة مدبرة لذلك، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. سورة النمل آية 50. والمكر هنا دلالة أشد وأقوى وأكثر مبالغة من مجرد التهديد بالرجم والوعيد بالعذاب في سورة ياسين، إذ أنهم في سورة النمل اتفقوا على قتله وكذلك نفي الجريمة عنهم، وكأنها ستقع فعلا. لنقول لوليه ما شهدنا مهلك أهله وأنا لصادقون. ومعنى ذلك أن التطير التشاؤم بلغ عندهم في سورة النمل درجة أكبر وأشد مما في سورة ياسين، فجاء في صيغة تطيرنا بما فيها من زيادة مبالغة. ننتقل إلى مثال آخر يتمثل في التذكير والتأنيث في مفردتين مقعر وخاوية. فقد جاءت الكلمتان كداهما وصفا لإهلاك قوم عاد في سياقين قرآنيين مختلفين، وذلك في قوله تعالى في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. صدق الله العظيم. أما في سورة القمر فقد ورد وصف الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، هكذا بصيغة المذكر في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. صدق الله العظيم. اللهم أعدنا يا رب. ولما كان صيغة المؤنث تخرج أحيانا إلى معنى المبالغة كما نقول علامة رحالة والمقصود مذكر، جاء بصيغة المؤنث للدلالة تاء التأنيث على المبالغة. إذن نأتي إلى تحليل السور التي ذكرناها. أولا، هذا هو الفارق اللغوي العام بين الصيغتين المذكر مقعر والمذكر بصيغة مؤنث مبالغة خاوية. سنبين من ذلك أن التعبير بوصف خاوية في سورة الحاقة أقوى تعبير وأبلغ وأكثر مبالغة في وصف شدة الهلاك. ثانيا، نعود إلى السياقين القرآنيين لنتبين الدليل أو القرينة السياقية أو الملمح الذي يدلنا على صحة الاستدلال. فنجد أن العذاب في سورة الحاقة صورة بشكل أقوى وأشد منه في سورة القمر، ونلاحظ ذلك بنقاط. ألف، لأنه وصف الريح بريح صرصر عاتية،
في الحاقة في سورة الحاقة، بينما ريح صرصر فقط في سورة القمر. ب كانت مدة الإهلاك في الحاقة أقوى وأكثر ديموما، 7 ليال و8 أيام، بينما كانت في يوم نحس مستمر في سورة القمر. جيم وصفت أيام الإهلاك في الحاقة بأنها حسوم من الحسم القطع، وذلك من شدتها أنها تقطع وتهلك كل ما تمر عليه. أما في القمر فلم يكن ذلك. دال وصف حال الناس بعد الإهلاك بأنهم صرعى، بما تدل عليه هذه الكلمة من شدة نستوحيها من حال الشخص المصروع المصاب بحال الصرع. نتخيل حال سقوطهم وارتجافهم من شدة الريح. على عكس الحال في سورة القمر، إذ أن السياق إشار إلى أن الريح تنزع، أي تتركهم كأعجاز النخل خاوية فقط، من دون الإشارة إلى شدة سقوطه. ولما كان الموقف في سورة الحاقة أقوى منه في سورة القمر، جيء بصيغة المؤنث التي تخرج هنا في هذه الكلمة خاوية إلى معنى المبالغة، إذ هي لفظ مذكر أضيف إليه تاء التأنيث بقصد المبالغة، فكانت الأكثر مناسبة للسياق. لمن يرغب بالاستزادة ومعرفة أمثلة أخرى، الرجوع إلى المراجع الآتية: التعبير القرآني دكتور فاضل صالح السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني دكتور فاضل صالح السامرائي، لمسات بيانية في النصوص من التنسيق دكتور فاضل السامرائي، معاني الأبنية في العربية دكتور فاضل السامرائي. وفي نهاية الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم في أوله وآخره لكل ما ذكرنا، وشكرا جزيلا لكم لحسن الاستماع.